لنفترض أن هناك شخص تحبه ثم تركك، رحل عنك دون سبب. هناك شخص آخر قد مر به ما مر بك قبلك، سيشرح لك ما ستمر به أنت أيضا. سيقول لك في البداية، ستتساءل: كيف لإنسان أن يترك إنسان يحبه؟ كيف لإنسان أن يخذل إنسان كل ذنبه أنه كان يحبه؟ ولن تجد إجابة. ثم ستنتقل إلى المرحلة الأخرى، وهي أنك ستشتاق إليه كثيرا، ستشعر بالفراغ من دونه، ستفقده، ستشتاق، ليس بيدك. سيقول لك: من باعك بيعه وما إلى. ولن تصدق، وأنا معك أنك لن تصدق. ستشتاق رغما عنك إليه، وستتألم كثيرا وستحزن. ثم ماذا بعد ذلك؟ ستحاول أن تعيده إليك بشتى الطرق مهما كلفك الأمر. سيقولون لك: لا تفعل، حافظ على ما تبقى من كبريائك. ستقول لهم: لا أستطيع، لا أقدر، فأنا أحبه، أنا معك وأتفهم وضعك. فآخر ما يستخدمه المحب هو عقله. ستحاول، وإن نجحت محاولاتك، حين تستغني عن بعض عزة نفسك، وحين تتخلى عن بعض كرامتك، وحين تتنازل قليلا أو كثيرا، لو نجحت وعاد إليك بدافع الشفقة، ستتمنى لو أنه ما عاد. بعد ذلك لنفترض أنه لم يعد، ماذا ستفعل؟ انت فعل شيئا، ستحزن، ستتألم، وسيمر الوقت شيئا فشيئا، سيمر. وعندما يمر الوقت ستتوقف عن المحاولة، عندما يمر الوقت سيتلاشى حزنك، عندما يمر الوقت لن يهمك بعد ذلك عاد أم لم يعد. عندما يمر الوقت كل شيء سيذهب معه. لماذا؟ لأنه عندما يمر الوقت ستكون قد شفيت منه تماما. السلام عليكم.